واحد من جماعتنا من ايام هم هو الشيخ هذا عراضه من غير عرف ما يعرف الميت هم سوي له فاتحه وبيارغ وتسمعني وعطب يا ابو لساني الحلو يتعدل الديوان يا ابو لساني الحلو يتعدل الديوان عليك اليوم دلال صبح حزنان وتون تبكي الدلال وينحب الفنيان ويا ابو الفاتحة شاورة قال له عمي ترى المرحوم منغولي الله وكيلك قال النهار كله راكب له قصبة ويطاري تسمعني وهو ابني قال له حتى كيتلي كبير ما عندنا لا دلال ولا قمقم ولا فهي شاهدنا يعني وحتى الحزن صار حتى الحزن مو ذاك الحزن يعني هم صار باختلاف يعني قبل الله يقول هذا الدير انقاب عليه وانتهى بعد وتحزن مو داير حول كم حول بحول يمر وانت حزنان هسه هم يمكن خربت ما ادري كثر الموت عندني شي كثار اسمعني من ايام ما حد راح زاتوت بابوه زي ابوه توعف وراح زاته بالنجف دفن اورد اول يوم مرات عنده اخوه اصغر منه وتلقى يابا يا ابويا ولك وين ابوي؟ ليش رديت التابوت خالي؟ قال له بعد اخوك شاعت ارسلنا دهينه غير توفى دفنت انا ماخذه مسمعاني لو حاجز مرجع الله يرحمه فمن هذا الباب يعني اهلا وسهلا.